ودائما في رياضة بوزي مو لا كيسيون نعود الى الميدان. قال لك غنية في خطر لحية جديدة. اه بالمناسبة اللي كيتباركوا لنا بدات تنوض الحياة. غنية في خطر لحية جديدة اخويا نخرج لكم غنية دوك كيما راني ما تروحوش البعيد دوك 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 يلا يا حوز حوز اعطيني شاي. هذه اغنية في خطر اللحية يا لحية يا لحية من الجي سيدي يحيى عليك نموت وعليك نحيا إليك هذه الأغنية يعطيني كمية من الشاي. يلا يا كمان هذا ميساج ليك يا لحية سمعيني عمري بتونس بيك واللحية معايا بتونس بيك نشوف وجهي وفي المرايا يا لحية بتونس بيك واللحية معايا بتونس بيك نشوف وجهي في المرايا كي ناحيتك انا ما كنتش انتيك كي ناحيتك ما قدرتش نعيش بلا بيك كي ناحيتك يا لحية ما كنتش انتيك ياك ربيتك بلا بيك مانيش انتيك يا لحية مع عند يحيى في سيدي يحيى يا مروان خصني مادام اورجون ولا ما نبطاش نموت. هذا لازم يتزوج اونيك سلام اورجونس. هذا لازم دوك كيما راه يدوه دوك يبات في صال ديفات. هذا عنده مونك حنانه قد سخط. هذا تلمو عنده مونك حنانه لو كان تقرصو ناموسه برك طيح وصلت ناموسه هذيك. قال لك يا مروان خصني مادام اورجون هذا لازم نديروا له انونس نحبسوا له على مادام شكون كيلي كيلي رانا في الايروبور تاع لي باساجي دو فول عنا من ديستيناسيون باريس سي بريزونت لا بورت 24 في ني باز اوبلي دوك شنو ندير له انونس انا تبع طين 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 كاين واحد بالزبوني تاع مروان قال لك يا مروان خاصك لي مادام مادام ارجون ولا ما نقدرش نفوت طين 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 Votre attention, s'il vous plaît, Wahad, les abonnés, Tamarwan de Mondiou, Madame, on est très urgent, si nous n'avons pas tardé à mourir. Sting, ding, ding, des fois des deux, de qui le poil fouet, et de night is peace, tout, aboli, et de Marwan, des webitus, et de the night, et de drum, drum, discours. Chal, cement, Wahad, 120 000. 120 000 ولا ودو ديامات اللي يديروا بروموسيون تولي 100 000 وحده شحال قلت لي السومه شحال سمنت انا قلت لك شحال سمنت معليش على بالي بلي سمنت سمنت في ديبي تاع التورناج باسكو على بالكم بلي بليسي ما قدرتش نوطريني سمنت معناتها قعدت هذاك الميزان قعدت توقيت 4 شهور باسكو في التورناج لازم نقعد ميزان واحد ما نقدرش زعما نكون حلقه سمين حلقه مشيان حلقه دوك كملت التورناج راني نداوي على الضربه اللي عندي وان شاء الله نبرا ونديرو بري سبور تاعي باسكو داك هو اللي مشاو في قلبي ديرو بري سبور قالي قلت لك شحال يعني سمنت صح شكرا. السلام عليكم ليكيب معكم مارسيغ جيت ريبوندي لا كيسيون قال لك مارسيغ هرب لالمانيا وين هربت لالمانيا انا بكري بكري قبل ما نتزوج مع حفيظه رحت لالمانيا رحت في البوطير في البوطير انا وصحابي ونغنوا في طريق الغناء تاع الحراقه عايش خلوين عايش خلوين يا يا ومن بعد رحت لتماك حكموني غا رجعوني للبلاد ودوكا الحمد لله مزوج في في الجيري مع حفيظه مرتي ما هذا ما كان هذا كوبي حفيظه كوبيني ما نعرفش كوبي غا ربي كشي كوبي ستوري تاع تاع الزمر ربي غا حفيظه كوبيني غا شنو غا تاع ستوري غا واش مروان توحشنا الهاشمي في 10 ل 10 ما انا الدور تاعي تاع الهاشمي اللي لعبته في سلسله تاع 10 ل 10 ما شبعت منه الدور اللي عجبني بزاف اللي يعني الدور عجبني وديجا لقيت واحد الفيديو صغيره تاع الهاشمي مع هذاك اللي لعب معنا واحد الولد صغير دوك نحطها لكم الهاشمي يا ضربي على بالي يا ضربي هادي لا مير فيهم قال لك شوف اعترف بلي مروان انا ندعي في صلاتي باش نتلاقى تسمع ان شاء الله يا ربي نتلاقاو وثم يحطني ربي ديريكت في قلبك تسمع غير تلاقي بيا ربي يحطك في قلبي ونفوز بك ومانيش مراهقه ومانيش جايها معناتها انت كي حابه غير نتلاقى ونعشق فيك تديني تزوجي بيا هذا نولي تاعك ديريكت شغل كي حابه زعما غير تجي جايه طيب بارك اختي العزيزه
ملي شفت نظرة حواجبك نحس روحي قاعد في قلبك. حبيت نقول لك نحبك بصحة. انا ماشي هكذا نشبك بابا نوال لي فيلم ولا كي حبه زعما هذيك تاع طيحي عفسك في الارض. مالك بلا مالكم هاد المرأة اللي راهي تتخايل زعما نتلاقى وغنتلاقى وتجي عينها في عيني وتدخل قلبها في قلبي وقلبي في قلبها. حبيكم كي تيماجيني شو كيما في لي فيلم راهي تيماجيني فريمون هكذا تبعوا بيان كيفاش راهي تصرا في راسها تبعوا. شدي طاح لك الكراس. اخسي جنم بارك الله فيك. تقدر تخزر فيا على بالك؟ نحشم مدموزيل وليد فاميليا وما نقدرش نخزرك في عينك. يا عمري الله يبارك. حاجك وحاجه قدرك يدك حنينه مدموزيل. ما بنت يدك حنينه. الله يبارك وبيا. الله يسلمك ميرسي. تقبلي باش نعم. تولي الطفلة ديالي؟ ماذا بيا نولي الطفلة ديالك وي؟ اتلقي روحك عمري، اتلقي روحك العميرة عمري ها؟ هاني اتلق روحي ها؟ اتلقي روحك، راكي مع راجل، عجبتني على بالك تيموزوخ سيد رجال. ليكيب هذا ابوني صغير في اللاج، دوك شفتو في عمر واحد 12 سنة ولا 13 سنة وباين ما قراش ملاح، ليك واش قال لي؟ مروان فينو اون ميوزيك بوغ لي موفيز نوت. زعما ندير لك غنية على الناس اللي ما قراوش ملاح. كيفاش تقبتها في المسيد وقت حاب تسمع غنية على كي تقبتها؟ معليش دوك ندير واحد قدك كيغني غنية تاع واحد ما قراش ملاح صح. السلام عليكم احبابنا، معكم مروان صغير 14 جبت 6.13 المعدل والغنية تقول انا يبغي الان احمر. انا يبغي الان حمار عمري ما حليت كايي في الدار الكراس معمر بالاصفار. انا يبغي الان حمار ما نعرفش ندير ديفيرونس بين دلاعه وبالثقه شحال من خطرات زقي عليا الشيخه ضربيني بتبسيمه وتكرهني المعلمه. انا يبغي الان حمار عمري ما حليت كايي في الدار والكراس معمر بالاصفار. اي عيني تكون طافيه كي تكون شيخه مع الجغرافيا. اي اسمح لي الشيخة ويا الشيخ عمري ما فهمت التاريخ لاتي بالمضامات وتلفتني في الرياضيات تيك تيك رانا في الافريك وانا يبغل في الفيزيك طن طن. انا بغل انا حمار عمري ما حليت كايي في الدار امبروفيزيت هادي والله ما على بالي. انت شي نهار جربت اكلت برطيطة شرشالي؟ انا اليوم اول مرة نسمع بها وحبيت نسقسيك الى جربتها حاشا نعم تربي مي اسمها باشا. انا جامي كليت هذه الخرطي يعني نعرف انا نعرف ديبلومي ما جامي سمعت اسمها برطيطة شرشالي. جامي ما نعرفش يعني شرشال نعرفها مي القاطو برطيطة شرشالي جامي ما شايف يجيو ليك القور تقول لهم تاكلوا معايا فولي مونجي اون موش كوا اون باغتي تاع شيخ شالي اون بون باغتي تاع شيخ شالي برطيطة شرشالي ما نعرفش نعرف سكران طايح في الجو في الدروج نعرف صبعتين العروسة هذوما نعرفهم نعرف بوسولة تمسو هذا مي برطيطة شرشالي خويا زعما اسمو برطيطة لا بو شرشالي جماعة تاع باغتي تاع شيخ شالي ما نعرفوش هاد الكاطو اللي يعرفو غير يبعتولنا لقيت كسلت شويه عييت ديرنا وحده فريد والله خرجت عليك شكون في فريد واسمو تاع كل حال باسكو اوكي دوك ندير لكم وحده انا كل حال ابواب رمضان راهي في البيبان باسكو رمضان ينحي الذنوب ونصومو من قيام الشمس حتى الغروب العصر فتاع المغرب ونفطرو هذه هي خاطش الاسف الشديد اسف الشديد المراه تكون في المطبخ تطبخ للاطفال و باسكو يجي الليل ويديروا الالي ويغنوا الشعبي في التلفزيون هذه هي الاسف الشديد ونتمنوا يعني ما كاين والو يعني وحفل 27 نتيمموا ونكونوا غير في الدين تاعنا وان شاء الله في التراويح وهذه هي هذه هي للاسف الشديد في التواصل الاجتماعي قالوا هكذا وان شاء الله الاسعار ما يتبدلوش كما في الدنيا هذه هي حبيبي العزيز ديال نهار وروح الجلفة راك معروض عندي كيما رحبت بيا ديرك فوق راسي هذا حبيبنا جا من الجلفة وتلاقيت به حوس عليا حوس عليا حتى لقاني
جابنيته مسكين ولحق حتى لعندي وتلاقينا وبلا مزيتي حبيبي ودوك نحوس على تصويرتي انا وياك ونحطها في ستوري بلا مزيتي اي سان في توجور بليزير اللي نتلاقى بكم كاع كيما راكم وين ما كنتوا في كاع انحاء الوطن وخارج الوطن وداخل الوطن وتحت الماء وداخل الخزانه داخل القجر وين نتلاقى بكم نفرح ولا غادا جان جاب الجلفه اي سان في بليزير ولا غادوك نحوس على تصويرتي معاك دوك ندخل معند في الكونت تاعك وليكيب قبل ما نروح نرقد بلا كاين ناس مازال كاين ناس معنا بلاش واش راح ندير في رمضان خلي لكم لا فيديو اللي توري لكم الشخصيه تاعي اللي راح نبان لكم بها ان شاء الله يا ربي في هذا رمضان لا فيديو راهي جايه دوكا ادخلوا عطونا رايكم في كومونتير عطونا رايكم واش رايكم في الشخصيه تاعي الاسم تاعها لحلو انا هو لحلو ما غاديش نمد لكم بليس دو ديتاي خليكم نتوما ديكوفريو مع الوقت شكرا.